مساءكم سعيد مشاهدينا اينما كنتم، مع عدد اخر من برنامجكم العالم الرياضي سويا لنتعرف على جديد الساحه الرياضيه. بطبيعه الحال سوف ينصب الحديث حول نتائج مباريات او المباريات الخمسه لدوري المحترفين لكرة القدم اتصالات المغرب، أيضا بعض أخبار القسم الوطني الثاني وأيضا أخبار أخرى متعلقة برياضات مختلفة. سعد الرزاق شليح ضيفي خلال هذا العدد، مساء الخير سي عبد الرزاق. أهلا وسهلا وسعيد بالتواجد معك مرة ثانية. مرحبا بك. في البداية الحديث سوف ينصب حول مشاركة الأندية الوطنية ضمن المسابقات الإفريقية. الفريق الوداد الرياضي سوف يواجه مازيمبي الكونغولي برسم كأس السوبر الإفريقي، وأيضا فريق النهضة بركان في محاولة لتجاوز أو للإبقاء على التقدم في مباراة الذهاب أمام بون بيتيت كوت السنغالي، المباراة الذهاب التي انتهت بهدفين لهدف واحد. سيشلح أكيد بأن الآن في ظل تألق كرة القدم الوطنية على مستوى الإفريقي على مستوى المنتخبات، الآن الأندية لها جاء دورها من أجل تأكيد الذات. الوداد في مباراة قوية أمام مازيمبي، نهضة بركان أيضا في مباراة عودة قوية أمام فريق السنغالي. صحيح أن في ظل الانتعاشة التي تعرفها كرة القدم الوطنية نريد من الوداد أن تستعيد نشوتها ورغبتها في إرضاء جمهورها وكذلك في إثبات الذات على المستوى الإفريقي، وأن تكلل هذا العرس الرياضي ضد توبيسون مازيمبي بانتصار كبير في لقب في نهاية في نهاية الأمر. هو لقب آخر يسعى من خلال الوداد من أجل ضمه إلى ألقابه الكبيرة. نعم، هو بطل إفريقيا، احنا نعترف فقط بتشامبيونز ليج كأكبر منافسة، لكن نعترف كذلك برغبة وإصرار الوداد على إثبات الذات وعلى التفوق على الجميع. نعم. يعني بانتصارها على تيبي مازيمبي تكون قد انتصرت على الجميع. نعم. الموعد مهم بالنسبة لفريق الوداد خلال اليوم السبت القادم، هذه المباراة سوف تتابعونها مباشرة على القناة الأولى. قبل ذلك الوجه الآن مع عبد الحق بهز من أجل التعرف عن أفكار فريق نهضة بركان قبل المواجهة المرتقبة كذلك الأسبوع القادم أمام فريق بون بيتيت كوت السنغالي برسم كأس الاتحاد الإفريقي. هي أولا عندنا فكرة على الخصم، عرفنا بأن الخصم كيفاش داير، حنا غنلعبوا خارج الميدان، عندنا كما قلت عندنا امتياز أننا نلعبوا على التعادل، إذا خصنا ندافعوا، وفي نفس الوقت إذا دافعنا راه غنلعبوا مرتدات، ولا اللي عندنا لاعبين اللي يقدروا يديروا ديك المرتدات، مهاجمين في طينة أيوب الكعبي ولا لابا ولا حمادة. إذا كنظن بأن كما قلتوا فالمسؤولية ماشي غير على الدفاع على الهجوم، المسؤولية على الجميع، الكل خصو يتحمل المسؤولية ديالو. إذا حنا دابا هذا اون كروند ريسبونسابيلتي على العاتق ديالنا، وما لازمنا اننا ما نفكروش في الاعذار اللي غنقولوا من بعد المباراه، اكثر ما نفكروا في الحلول اللي خصنا نتاهلوا بها الدور المقبل ان شاء الله. بصراحه الطموح ديالكم والافاق المستقبليه ديالكم مع فريق نهضه البركان، وكما قلت لك الطموح محلي خصك تمشي ابعد ما يمكن في البطوله ان شاء الله، طموح قاري خصك ماشي غير فريق نهضه البركان، فجل الفرق الوطنيه كما قلت خصها تمشي على السرعه ديال المنتخبات الوطنيه ديال جامعات كره القدم. اذا اي فريق كينافس كيشارك في شي منافسه، على احسن مثال هو انتصار ديال الدفاع الحسني الجديدي اللي دار لنا ضغوطات كبيره، لان في اللعب قبل منا انتصر 10-0، بان خصنا حنا نديروا واحد هذا. اللي شاف المباراه الاهداف اللي ضيعنا كان بامكاننا نخرج بواحد النتيجه كبيره، ولكن كره القدم هي هذه، ما كاينش مباراه سهله ومباراه سهله، كل مباراه صعاب، حنا غنمشيو ان شاء الله لهذا افيك ان كوموندو على اساس اننا نحقق واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله نحقق واحد النتيجه ايجابيه في مدينه السنغاليه، ما حققناش واحد الفوز اللي هو ساتيسفي بالنسبه للاعبين للطاقم التقني للجمهور البركاني، ان شاء الله عازمين باش نعوضوا الهزيمه، الفوز اللي هو صغير ربي نعوضوا ان شاء الله باش يكون الخير ان شاء الله. كاينش المعنى المقابله تكون صعيبه؟ اي مقابله كتلعب خارج المغرب كتكون صعيبه، اكثر لان الخصم السنغالي باين على واحد العلول كعب ديالو اللي لعبنا ضده في البركه. نعم.
معناه يعني سهوا يعني تحدث عن الهزيمة، هذا يبين ربما حتى الضغط الذي يتعرض له اللاعبون على اعتبار بأن الفوز الصغير ربما التفكير الآن هو عدم الهزيمة بنتيجة كبيرة بالنسبة للنادي السبركان وبالتالي ضمان المرور للدور المقبل. نعم، أنا بغيت نرجع فقط للتعليق ديال سي منير جعواني لأنه تعليق جيد. لماذا؟ لأ أولا تفكر في إيجاد الحلول قبل ما يفكر في الأعذار. نعم. ثانيا كيف ما قال غادي ندافعوا مزيان، لأن في كرة القدم هناك ان ديكتون كيقول عندما ندافع جيدا نهاجم جيدا، كونت اون ديفون بيان اون اتاك بيان. فمهم جدا انك هذه المعادله الصعبه اللي هي تدافع وتهاجم في نفس الوقت، تدافع لكي لا تتقبل اهداف وتهاجم لكي يعني تفاجئ الخصم بهدف خارج الميدان، مهم جدا بالنسبه للنتيجه الكبرى. لكن اللي مهم في هادشي كاع كامل هو ان البركان اليوم غادي يتمثل المغرب ويجب ان تمثله امام فريق شرس. نعم. امام فريق سنغالي عنده امكانيات جيده لعلى مستوى النزالات الثنائيه، ولكن عندما يتمرس اللاعب المغربي على القتاليه وعلى الشراسه فما كتبقى قدام حتى شي فريق. نعم. هادشي راه شفناه في مع المنتخبات. نعم. إذن امتحان آخر لكرة القدم الوطنية يتمثل في فريق النهضة السبركان الذي يصارع من أجل ضمان البقاء ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي وقادر على ذلك، وفريق الوداد من أجل ضمان لقب آخر إفريقي هذه المرة يتعلق بسوبر الإفريقي أمام تيبي مازيمبي الكونغولي. نتوجه الآن ونبقى دائما مع كرة القدم إلى منافسات دوري اتصالات المغرب في جولته 17. 20 هدفا سجلت خلال هذه الجولة، أكبر المستفيدين سيكشف لنا ذلك محلل الأولى سعد رزاق شليح. ربما التعليق أولا حول يعني 20 هدف حتى في الدورة السابقة أهداف كثيرة، ما مرد يعني هذا نقول هذا الانفجار الأهداف بالنسبة للمهاجمين أو بالنسبة للأندية الوطنية في الدوري؟ سؤال وجيه. لماذا؟ لأن الدورة 16 و17 بالنسبة لي تعتبر دورة ذهاب وإياب. نعم. بالنسبة للاعب لماذا؟ لأن اللاعب يريد أولا عنده إن موتيفاسيون إكسترانسيك إنترانسيك. إكسترانسيك اللي هي الرغبة في يعني إنترانسيك اللي هي الرغبة في إثبات الذات والظهور بمظهر لائق والظهور بصورة مغايرة عن مباريات الذهب. كذلك ربما هذا يدخل في نطاق ان السنه هي سنه مونديال، ربما اثبات الذات من اجل يعني ضمان على الاقل مكان او حتى يعني التفاته من فيغنار لهؤلاء اللاعبين من اجل يعني مكان. صحيح ان معظم اللاعبين اللي هما بارزين في الانديه ديالهم يريدون ان يثبتوا ذاتهم في داخل الانديه، ويريدون ان يثبتوا للمنتخب الوطني على انهم قادرون للذهاب الى روسيا. ثانيا هناك لا موتيفاسيون انترانسيك اكسترانسيك اللي هي خصنا نعرفوا بان مده شهر كامل جيوب اللاعبين فرغت، وان اللاعب بقدر ما يفرح للاهداف ويفرح لاقتناص النقاط فهو يفرح كذلك لاقتناص غلاف منحه المباراه، لانه لمده شهر كامل لا كان البطولة متوقفة، وهذا الشيء اللي كنشوفوه بها في المباريات كلها تقريبا. وهذا من بين أنا ما نقولش هو المهم، ولكن من بين العناصر المهمة اللي كتعطي الوقود وكتعطي الفيول لهذا اللاعب باش يتحرك، واللي خلتنا في الدورة 16 و17 نشوفوا غزارة في الأهداف. من بين أكبر المستفيدين خلال هذه الدورة فريق الجيش الملكي بطبيعة الحال، ربما الفريق اخر تكلمنا عليه في الكواليس المغرب التطواني، ربما الفريقان يعني شنو افادت هذه الدوره بالنسبه للفريقين؟ عندنا واحد في قمه الترتيب وعندنا فريق في مؤخره الترتيب. عندنا الجيش الملكي لعب على ست نقاط، اقتنص منها ثلاث نقاط وحارم الرجاء من ثلاث نقاط ولصق بالرجاء على بعد نقطه واحده. هناك نفس الشيء كذلك على مستوى المؤخرة، المغرب التطواني بعد عناء كبير، احنا غادي نشوفوا المباراة من بعد،
أنه اقتنص ثلاث نقاط مهمة جدا لمسيرته ويعني أفرح جمهوره الذي كان حاضرا. نعم. في سوف نتحدث عن تفاصيل المباراتين معا، عن تفاصيل يعني الدقيقه بالنسبه للفريقين معا خلال هذه الجوله. البدايه ستكون بفريق الجيش الملكي الذي كما قال محللنا سيشليح بانه اقتنص النقاط مهمة، اعتبرت 6 نقاط خلال هذه المباراة، بالتالي حرم الرجاء من الذهاب بعيدا كمتصدر للدوري، واقترب أيضا برصيد الآن 28 نقطة في الصف الرابع. ابتسام أدريس وروبورتاج حول هذه المباراة. اعتبرها أنصار الجيش الملكي فرصة لرد الاعتبار أمام الرجاء الرياضي، رد دين الذهاب ورد دين الخروج من منافسات كأس العرش، والأهم من كل هذا اختزال المسافات في صبورة الترتيب العام والمنافسة على درع البطولة. الرجاء الرياضي جاء يحمل تاريخا يشفع له في مواجهة الكلاسيكو بتفوقه سواء على مستوى عدد الانتصارات أو معدل الأهداف المسجلة، ضيع 3 نقاط ثمينة وضيع فرصة الهروب من المطاردة. تفاصيل المواجهة جاءت نارية ثأرية بتوابل حارة، الجيش الملكي سيطر وكان صاحب الفرص الخطيرة إذ نجح في وضع نفسه في المقدمة بهدف سجله اللاعب محمد كمال بعد كرة وضعها له مصطفى اليوسفي على المقص. من الجهة اليمنى رد الرجاء جاء سريعا، زكريا حدراف رسم الخطة، عبد الإله الحفيظي نسج تفاصيلها، وعبد العظيم خضروف قدم الهدية. خبرة القناص حدراف حصلت له ضربة الجزاء بعد عرقلته من طرف اللاعب يوسف أشوية داخل منطقة الجزاء، لكن محسن ياجور لم يستغلها على النحو الجيد وضيعها برعونة. كيفاش جا الشوط الاول؟ كانت غير مرضيه بالنسبه للجماهير الرجويه بحكم ضياع ضربه ركله الجزاء من طرف ياجور. غنحاول ان شاء الله نتاكل الموقف في الشوط الثاني، والنتيجه 2-1 في الشوط الاول، وان شاء الله غادي نربحوا. كنتمنوا ان شاء الله في الشوط الثاني تكون شي مقابله تكون في المستوى. ديما عسكرت القبر بطولات العام مربوحه. فعلا الربح كان من نصيب الجيش الملكي الذي فرض رقابة كاملة على خصمه خلال الشوط الثاني، لم يستسلم رغم تعطش الرجاء الرياضي لمزيد من الأهداف، لكن كلمة الختم كانت للجيش الملكي بانتصاره بهدفين مقابل هدف واحد. ما تصرفش علينا بطبيعة الحال حتى شي حاجة، حنا الولا اللي بغى يهضر يهضر، تقنيا عطينا أخطاء اللي تسجلوا علينا وكنا حنا نكونوا من بعد حنا أننا نكونوا سباقين للنتيجة، ما كتبش الله. اليوم قدمنا واحد المباراة جميلة، الحمد لله تتمنى الجمهور يكون راضي علينا، وإن شاء الله هذه النتيجة هذه تعطينا إن شاء الله واحد الدفعة الأمام. فز مستحق لأن كانت ندية أول شيء، الكلاسيكو معروف بهذا الشيء، كنظن أن 3 نقاط مستحقة وتنفعنا بزاف فما تبقى من المقابلات. اليوم كانت المقابلة في الميدان ديالنا، حاولنا ما أمكن أننا نلعبوا على لي بوان فيبل ديال فريق الرجاء، الحمد لله أننا بدينا هذه المقابلة بواحد ريتم كبير. شو بالنسبة لي أنا مقابلة عادية، لعبت مع فريق، بالنسبة لي أنا مقابلة ديال 3 نقاط، أنا ما كيهمنيش الخصم اللي كتهمني 3 نقاط. صحيح، ما يهمه هو 3 نقاط التي وضعت الجيش الملكي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، والرجاء الرياضي في الصدارة برصيد 31 نقطة. إذن الرجاء المتصدر مهدد في صدارته على اعتبار بأن الأندية المتربصة كثيرة، انضم إليها الآن فريق الجيش الملكي برصيد 28 نقطة، يقترب أكثر من المقدمة. سيشليح، ما أثارني في هذه المباراة يعني طريقة لعب الفريقين معا، يعني مباراة مفتوحة وصلت إلى درجة المغامرة في بعض الأحيان. شفنا غاريدو يعني الطريقة اللي لعب بها يعني من أجل الهدف التعادل ربما كانت مغامرة أكثر
بينما خيري يعني ثبت يعني قواعده وخصوصا على مستوى الدفاع وفاز بالنقاط الثلاثة. نعم كان متوقع أن هذه المباراة تكون مفتوحة ويكون فيها أهداف. لماذا؟ لأن الفريقين معا ما محتاجينش للتعادل وما محتاجينش للهزيمة، لأن محتاجين لثلاث نقاط مهمة وكل بحال كي تقال ديتيرمينون. فردين للرجاء، تأر كذلك لهزيمة في كأس العرش. نعم. فوز مستحق لفريق الجيش الملكي، فريق الجيش الملكي اللي بدا كيبين لنا النوايا ديالو وبدا بصمه ديال المدرب عبد الرزاق خيري واداره النادي كذلك من ورائه ان الفريق من بين الاهداف الكبيره يعني الاهداف الجميله خلال هذه الدوره هدف بالرحمه الان من ضربه خطا، ربما الضربات كانت يعني في حين شفنا ياجور ضيع ضربة جزاء ربما كانت مؤثرة في المباراة، بالرحمة يعطي التفوق. هذا يبين أهمية يعني التركيز، يبين أهمية الضربات الثابتة في مثل هذه المباريات. احنا تنقولوا بحال هذه المباريات راه كلهم بحال مباريات كأس. نعم. اللي كيكون فيها هادئ وتيكون فيها مركز كيفوز بها. التركيز كان مهم جدا في ضربة الجزاء، لم يكن هناك تركيز واللاعب اللي ياجور مفروض انه ما يبيتينيش قدام بزاف قدام الكره، لان ضربه الجزاء تضرب وكانها صفعه. نعم. فالصفعه لا تضرب بتاني. نعم. بينما تضرب بتقنيه. نعم. اهم شيء فيها هو الايقاع. نعم. والتركيز. نعم. في ربما حتى ياجور شفنا تردد. نعم. في يعني تردد. نعم. في اختيار هو ما. نعم. جعله يضيع يعني. حنا تنقولوا لو فيت دو بيتيني قدام الكره خلى ربما ما يعطيش الدقة، كذلك أنه حتى التركيز في الكالكول أوبتيكو موتور في نوعية الضربة، وأعطى ثقة كذلك للحارس عمر للجهة ديال، لأن تواجد حارس ديال الجيش الملكي برقادي أمين كان عندنا، أنا كنعرف القيمة ديالو لأن كان عندي في أولمبيك خريبكا في ضربات الجزاء يعني بارع جدا بحال زنيتي كذلك. نعم. نفس الشيء، هادو حراس ديال فاس بارعين في ضربات الجزاء. لكن كيف ما كان الحال فوز مستحق لفريق الجيش الملكي. نعم. إذا الكلاسيكو انتهى رباطيا خلال هذه الدورة، الجيش الملكي كما قلت اقترب أكثر من المقدمة. شباب الريف الحسيمي خلال هذه الجولة قلب تأخره إلى فوز في الأنفاس الأخيرة، أولمبيك أسفي أتمم مباراة منقوصا بعد طرد عطية الله في الدقيقة 50، طرد أثر على المؤدى العام للفريق المسفيوي حسب تصريح أمين بن هاشم مدرب الفريق. حسن الحريري. بملعب مول عرسي بمدينة الحسيمة أمام جمهور متوسط دارت مقابلة شباب ريف الحسيمة أولمبيك أسفي. القرش المسفيوي كان هو السبق للتسجيل مبكرا، كان ذلك في الدقيقة 7 بعد ارتباك كبير بين دفاع فريق شباب ريف الحسيمة والحارس الحواصلي. الشوط الأول من هذه المقابلة انتهى بتقدم الفريق الزائر بهدف لا صفر في الجولة الثانية بعد مجهودة كبيرة ومن كرة ثابتة. المدافع المتألق محمد السعيدي يعيد المقابلة نقطة صفر برأسة رائعة اخترقت مرمى فريق أولمبيك أسفي. حتى الآن هدف داخل كل شبكة بين الطرفين، وعلى بعد ثلاث دقائق من نهاية المقابلة وبعد ضغط كبير للفريق المحلي سيتمكن شباب الريف الحسيمي من الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب يتيم داخل معترك فريق أولمبيك أسفي. تولى تنفيذ ضربة جزاء لفريق شباب الريف الحسيمي الهداف أيوب الملوكي ليفوز فريق شباب الريف الحسيمي بهدف مقابل هدف واحد. وعقب تحقيق هذا الفوز ارتقى شباب الريف الحسيمي للرتبة الرابعة ب 25 نقطة إلى جانب دفاع الحسن الجديدي. هزيمة فريق أولمبيك أسفي أبقته في الرتبة التاسعة إلى جانب فريق الجيش الملكي ب 22 نقطة. نعم، هذا يبين بأن المباريات مباريات العودة الآن سوف تلعب على تفاصيل صغيرة. سيشليح ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة تعطيك ثلاث نقاط، ربما قد تحرمك من ثلاث نقاط. نعم. يعني التفاصيل الآن أصبح يحسب لها ألف حساب خلال المباريات الأخيرة، وهي هذه التفاصيل مهمة جدا لأن هذه الجزئيات التي نتكلم عنها هي ماذا؟ أولا الاستفادة من الضربات الثابتة ممكن أن تعطيك ثلاث نقاط، ثانيا
الاستفادة من أخطاء الخصم. يعني نشوفه في المباريات كلها هناك أخطاء في الدفاع فادحة عند الفرق المغربية، لا أخطاء في التموضع أو أخطاء في الفلالينيومو أو أخطاء في التغطية. سيشليح ربما سيقول قائل بأن الأخطاء في الدفاع هي التي تأتي منها الأهداف وهذا وارد، لكن الحديث الآن باش نوضح للجمهور أكثر أن الأخطاء هل هي ربما أخطاء بدائية أو ربما أخطاء لا تغتفر بالنسبة للاعب محترف في كرة القدم، أن أخطاء تأتي إثر ضغط لهجومات فريق معين ثم يدفع هذا الخصم من أجل كرسي كابل الأخطاء. أنا والشيء الغير مقبول هو أن نرى كل الأهداف فيها أخطاء، لكن لا نرى تفوقا مهاريا للاعب مهاجم مثلا أنه قام بعمل بمراوغات أو تسديد خارج المربع. الهدف اللي شفناه ديال الأولمبيك خريبكا اللي غادي نشوفه، فكل هذه الأشياء مهم جدا أننا تكون هناك أخطاء لكي نسجل أهداف وتكون هناك غزارة للأهداف، لكن لا نقبل بأن تكون فقط كل الأهداف فيها أخطاء باش فيها يعني تفوق مهاري يعني فردي وجماعي. نعم، الحديث على أولمبيك خريبكا الآن الوجهة من أجل متابعة ملخص يتعلق بمباراة أولمبيك خريبكا أمام الكوكب. ضرب أولمبيك خريبكا بقوة بثلاثية نظيفة وهز شباك الكوكب. أولمبيك خريبكا كان لزمن عليه الفوز بعدما حصد ثلاث هزائم متتالية خلال الدورات السابقة، بينما الكوكب بقي وفيا لنتائجه المتذبذبة خلال الدورات الأخيرة. أمين النوري. قد يبدو الكوكب المراكشي أفضل حالا في سبورة الترتيب من مضيف أولمبيك خريبكا، إلا أن كل تلك الاعتبارات سرعان ما وضعت جانبا حينما وضع آدم النفاتي أولى أهداف المباراة بخارج القدم في تمام الدقيقة الثانية في عمق شباك فريق الكوكب المراكشي. كانت السرعة كفيلة بأن تبعثر أوراق الضيوف والذين بحثوا في ارتباك دفاع فريق الفوسفات عن هدف التعادل دون جدوى. بداية الشوط الثاني بالنسبة لأولمبيك خريبكا كانت على نفس المنوال، لمسة يد لمدافع الفريق الضيف سرعت بهز شباك الكوكب المراكشي، والمدافع كان كطائر أفرد جناحيه أمام صياده. العميد يوسف أوغادي يتكلف بتسجيل الهدف الثاني، ومدرب فريق الفوسفات يتحسس نشوة التوفيق. أما السقاط فكان بعيدا عن إسقاط الكرة في عمق الشباك. على الواجهات الأخرى النفاتي كطائرة نفاتة سيخترق الدفاع، وبلمسة فنية راقية يهدي يوسف سيكور كرة الهدف الثالث. كان ذاك في حدود الدقيقة 67، ثلاثة أهداف دون مقابل، نتيجة ثقيلة جعلت الكوكب يحيد عن فلك النتائج الجيدة ليراكم هزيمته السادسة مقابل 5 انتصارات و6 تعادلات. أولمبيك خريبكا بات يبتعد شيئا فشيئا عن منطقة الخطر. إذن أدم النفاتي ساهم بهدفين رائعين خلال أو بتمريرة حاسمة وهدف رائع خلال هذه المباراة. ربما يزكي ما قلته سيشليح في يعني في الحديث حول الأخطاء الدفاعية وأيضا حول يعني تألق المهاجمين أمام المدافعين. نعم، اليوم شهدنا في مباراة أولمبيك خريبكا تألق مهاري للاعبي أولمبيك خريبكا، لكن كيف ما كان الحال كانت هناك خطأ لليد للاعب. نعم، مفروض أن اللاعب في وسط المربع ما يمشيش عند اللاعب واحد. هذه جزئية صغيرة لكن كانت حقنة في الدقيقة 47. نعم، يعني زكت الانتصار، يعني زكت التفوق. كانت منعرج مفصلي مهم في المباراة. نعم، السؤال سيشليح المطروح بخصوص أولمبيك خريبكا وكوكب المراكشي، أكيد أنت اشتغلت كمدير تقني للفريقين معا، يعني دائما ما نلاحظ الفريقان معا يعني بأزمة إما في بداية الموسم أو في نهاية الموسم، دائما يعني النتائج غير مستقرة للفريقين معا. أتحدث علما بأن لا أولمبيك خريبكا ولا الكوكب يغديان الفرق الوطني بخيرة اللاعبين على المستوى المحلي. نعم، بالنسبة لي الفريقين معا
ما يحتاجوش انهم يجيبوا لاعبين من برا، لان الغزاره هناك غزاره في القاعده البشريه في خريبكا، لا في خريبكا ولا في مراكش، وهذا الشيء اكدته كثير من المرات. لكن وجب الاستثمار في قطاع الناشئين، وجب الاستثمار في مراكز التكوين، وجب الاستثمار في القاعده البشريه، لان ممكن تخليك يعني في هذه المدن تخليك وانت تلعب مع فريق اكثريه لاعبيه من اولاد المدينه واولاد المنطقه، وممكن فقط تغذي الفريق بلاعبين من برا. نعم، ربما هذه ملاحظة مجموعة المدربين يعني طرحوها، يعني خصوصا أولمبيك خريبكا، كلما ابتعد عن مدرستي، كلما ابتعد عن أبناء المنطقة، كلما تاه خلال منافسات البطولة الوطنية. نذهب الآن إلى مباراة يعني سميتها سي شليح مباراة المعاناة، يعني مباراة المغرب التطواني أمام شباب أطلس خنيفرة، مباراة يعني العذاب من أجل الوصول لثلاث نقاط مهمة، خصوصا بالنسبة للمغرب التطواني الذي تفوق حتى آخر الأنفاس في مباراة يمكن أن نقول بين قوسين مباراة هتشكوكية أو مباراة غريبة الأطوار أعطت التفوق للمغرب التطواني. نتابع كيف جاء ذلك في ورقة الزميل خالد رغوت، ثم نعود من أجل المناقشة. ملعب ثانية الرمل بتطوان كان هذا اليوم على موعد مع إحدى أقوى مباريات هذا الموسم، والتي جمعت بين صاحب الدار فريق المغرب التطواني الذي يعاني في ديل صبور سترتيب وضيفه شباب أطلس خنيفرة المتواجد في المركز 14. المدرب يوسف فرتوت كان مطالبا رفقة فريقه بتحقيق الفوز لإعادة الثقة للأنصار وكذلك المكتب المسير. بداية المباراة عرفت أول تهديد وكان عن طريق الفريق الضيف، لكن رد فعل فريق التطواني كان أقوى بعدما تمكن المهاجم ياسين الصالحي من تسجيل الهدف الأول برأسية هزيمة الحارس العيد. هذا الهدف المبكر زاد من حماس لاعبي الفريق التطواني للبحث عن أهداف أخرى في هذه المباراة، ليتمكن مرة أخرى نفس اللاعب أي ياسين الصالحي من إضافة الهدف الثاني بعد استغلاله لفراغ واضح في خط دفاع الفريق الضيف. وفرحة هستيرية لأنصار الفريق التطواني بهذا الهدف الثاني. وفي الوقت الذي كانت فيه الجولة الأولى تسير نحو النهاية، هجوم سريع لفريق شباب أطلس خنيفرة بواسطة اللاعب رشاد، الكرة يصدها القائم لتجد المهاجم كومباري الذي يضع الكرة في الشباك، معلنا بذلك عن الهدف الأول لفائدة شباب أطلس خنيفرة. مع بداية الجولة الثانية وفي الوقت الذي كان فيه الجمهور تطواني ينتظر أهداف أخرى لفريقه، خطأ فادح في خط دفاع المغرب تطواني يستغله هشام مرشاد الذي يضيف هنا الهدف الثاني لفائدة شباب أطلس خنيفرة. بل الأكثر من ذلك، وصل الفريق الضيف سيطرته ليضيف هنا هدفا ثالثا برأسية إبراهيم الباز تستقر في شباك الحارس محمد اليوسفي. بعد ذلك ضعف فريق المغرب التطواني من هجوماته في محاولة الخروج على الأقل بنتيجة التعادل، لتكلل هجوماته بهدف من إمضاء البديل عبد العزيز خالطة لتعم الفرحة الأنصار وكذلك المدرب يوسف فرتوت. الدقيقة 87 حكم المباراة سمير القزاز يفهمون هدفا لفريق شباب أطلس خنيفرة بدعوى تسلل، واحتجاج كبير من طرف مدرب شباب أطلس خنيفرة على هذا الهدف. مباشرة بعد ذلك هجوم لفريق المغرب التطواني من الجهة اليمنى، الكرة تجد مخلص الفريق وأعني به عبد العزيز خلطة الذي يوقع هنا الهدف الرابع وهدف الفوز في هذه المواجهة المثيرة لفريق المغرب التطواني، الذي حقق بالمناسبة ثاني فوز له في البطولة والأول له داخل الميدان، فوز لم يشفع له في الهروب من المركز الأخير حيث ظل في الصف 16 برصيد 10 نقاط من انتصارين 4 تعادلات و11 هزيمة. كنشكر هذا الجمهور العريق اللي جا ساندنا رغم المحنه اللي كيعيشها الفريق، هذا الفريق ما كيستاهلش هذا المكان اللي فيه هو. كنشكر الزملاء ديالي اللي قاموا بواحد المجهود كبير، كنا منتصرين وكنا رجعنا ولينا منهزمين وما حطيناش يدينا حتى اخر دقائق وسجلنا هدف التعادل هذا الانتصار. كنظن ان مقبل الدورات ان شاء الله غادي نحققوا نتائج ايجابيه باش نخرجوا الفريق من القوقعه اللي فيه هو، وما كيستاهلاش كما كيعرف الجميع ان فريق المغرب التطواني كيلعب كره جميله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى في قادم الدورات نحققوا انتصارات باش نخرجوا من هذه المرتبه اللي فيها حنا. فوز بلا شك سيعود الثقة للاعبين والفريق ككل من أجل مناقشة باقي مبارياته في البطولة بحذر كبير لتفادي النزول لأندية القسم الثاني.
مباراة بتفاصيل كثيرة، مباراة بمعطيات مختلفة، ومباراة النقاط المعاناة من أجل النقاط الثلاث كما أسميتها سي عبد الرزاق شليح. يعني لماذا أولا هذا العنوان الذي أطلقته على هذه المباراة بالنسبة للمغرب التطواني خصوصا؟ نعم، أولا قبل ما نتكلم على هذا الشيء يجب أن يعني نصفق بحرارة لهذا الجمهور. نعم. اللي أعطانا اليوم درس في المؤازرة للفريق ديالو. هناك فرق كثيرة مملوءة عن آخر. نعم، فرق كثيرة بحال أولمبيك خريبكا، الوداد، الرجاء والجيش اللي جو الفرق ديالها، لكن ليست في نفس الوضعية التي توجد عليها المغرب التطواني. تصور أن فريق يحتل المرتبة الأخيرة والجمهور ديالو مال مدرجات الملعب، بل أكثر من ذلك استشلاح، يعني فريق منتصر بهدفين ثم يعود في النتيجة الفريق الخصم، بل أكثر من ذلك يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82 والفريق والجمهور ما زال يواصل يؤازر حتى. نعم. آخر رمق. صحيح أن الأهداف التي تأتي خلال آخر دقائق المباراة أو رد الفعل أمام هزيمتين في نفس المباراة، رد فعل اللاعبين، هذا الوقود ديالو عند اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور. نعم. اليوم المغرب التطواني يثبت على أنه غادي في الطريق الصحيح، لأنه أولا خلال الميركاتو الشتوي تم جلب مجموعة من اللاعبين اللي شفناهم اليوم بحال ياسين الصالحي وغيرهم، أنهم غادي يعطوا انتعاشة كبيرة لا على مستوى الدفاع ولا على مستوى الهجوم. كذلك أنا غادي نشوفه من هذا الفريق اللي خلال 15 دورة فقط اليوم في دورتين عنده 4 ديال النقاط، يعني أكثر من نصف الأهداف. نعم. الذي سجل أكثر من نصف النقاط التي سجل في مرحلة الذهاب. كنظن بأن اليوم سيعرف المغرب التطواني انطلاقة جديدة. نعم. وهذا شيء غير غريب على مسؤولين وعلى المدير الرياضي للنادي وعلى المدرب، أنهم كلهم متحدين. نعم. وتيبان بأن فريق عمل اللي غادي يخلي هذا الفريق هذا غادي ينطلق. نعم. ان شاء الله. ظهر غريب ربما عشها المباراه السي عبد الرزاق شليح، يعني الفريق شبه أطلس حنيفري يسجل هدف، يعني هدف في الانفاس الاخيره يتم رفضه من الحكم بدعوى تسلل بعد احتجاج كبير في بالنسبه للمدرب ودكات البدلاء، بعدها ياتي هدف المغرب التطواني هدف الانتصار. ربما هل يمكن هذه اللقطه هي التي اخرجت شباب اطلس حنيفرة من المباراه التي فسح المجال اكثر للمغرب التطواني من اجل الانقضاض على 3 نقاط مهمه؟ يعني هذا السيناريو، هذه الاحتجاجات، ربما هل هي في صالح الفريق يعني في مثل هذه المباريات؟ نعم، احنا شفنا المباراه انا كتب لي كان فيها سيناريوهات كثيره. نعم. ولكن السيناريو المهم في هذا المباراة هو رغبة اللاعبين والطاقم في اقتناص 3 نقاط. نعم. إلى آخر رمق من المباراة، وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه قبل لحظات، هو أن لما يتمرس اللاعب على الاستماتة وعلى الشراسة وعلى الرغبة في الأداء من دقيقة 0 إلى دقيقة 90، فهذا هو اللي مهم واللي يعطي النتائج دياله. نعم، في آخر مباراة لعبت اليوم تفوق فريق الوداد الرياضي على الراسينغ البيضاوي أو سريع واتزن ب3 أهداف لهدف واحد، وبالتالي هذا هو الفوز الثاني على التوالي لفريق الوداد الرياضي. في باقي النتائج، دفاع حسن الجديدي تأجل مباراة أمام الفتح الرباطي، كذلك الشأن بالنسبة لنهضة بركان حسن الأكاديري إلى يوم غد. شباب الريف الحسيمي تفوق على نبكاسة في هدف لواحد، نفس نتيجة مباراة الجيش الملكي أمام الرجاء. المغرب التطواني تفوق ب4-3 على شباب أطلس خنيفرة. أولمبيك خريبكا تفوق ب3 نظيفة على الكوكب، والوداد الرياضي تفوق على سريع وزن ب3-1، بينما الراسينغ يواجه اتحاد طنجة يوم غد. في ترتيب الرجاء ب31 نقطة، حسن الأكاديري هو مهدد يعني في الصدارة على اعتبار أن الدفاع حسن الجديدي وأيضا اتحاد طنجة وحسن الأكاديري بمباراة ناقصة ب30 نقطة، الجيش الملكي ب28 نقطة. في أسفل الترتيب فريق المغرب التطواني ربما هو من المستفيدين خلال هذه الدورة، رغم ذلك فهو في الصف الأخير ب10 نقاط. قلص الفريق بينه وبين يعني الفرق الراسينغ ايضا وسريع واتزن بنقطتين. نعم، بنقطتين.
إلى منافسة القسم الوطني الثاني، لعل أكبر المستفيدين خلال هذه الجولة رجاء بني ملال مولودي سوجدة، استفاد من تعادل يوسفية برشيد أمام اتحاد صدر قاسم بهدف لمثله. نشوفوا المباراة ديال رجاء بني ملال ومن بعد نعقبوا على نتائج هذه الجولة. نتعرف على كيف جاء انتصار فريق رجاء بني ملال على الوداد الفاسي. رجاء بني ملال برغبة قوية للعودة لقسم الأضواء. سعيد أنيس. كعادته جمهور الرجاء بني ملال لا يبخل عن مساندة فريقه الذي يتمنى أن يراه في قسم الصفوة. مؤازرة ومساندة مهما كانت الظروف المالية التي يمر منها الفريق، لكن الجمهور وحده غير كافي لتوفير السيولة المالية. وتنجدوا يعني من هذا المنبر ديالكم يعني الناس المسؤولين يعني باش يوفروا لنا السيولة الكافية، لأن صراحة لا يعقل فريق تلعب على البطولة وفي الرصيد ديالو تقريبا في الكونت ديالو 1200 درهم، يعني ما يمكنش. يعني كانوا يعني المكاتب اللي سبقات يعني كل سيميستر تتحط لهم 4-8 مليون ديال الدرهم، حنا غاديين بالكوتاكوت. لقاء رجاء بني ملال وداد فاس كان متقاربا في كل شيء، في المراتب وفي الأهداف، واتسم بالندية والحيطة والحضر. شوط أول كان مستواه الثقني جد متواضع رغم المحاولات الملالية القليلة التي كانت تجد الحارس عمر شبا في المرصاد، وينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي 0 لمثله. مباراة صعبة جدا خصوصا بعد الهزيمة اللي تلقيناها خارج الديار، كانت غير منتظرة، كان واحد الضغط على الفريق رغم اننا احنا ما تنبغيو نخرجوا اللاعبين من الضغط، لان احنا تنخوضوا مباراة بمباراة، ما عندناش واحد الهدف معين، هدفنا هو الفوز في المباريات. كانت صعيبة سيرتو يعني نظرا لتقارب النقاط ما بين الفريقين والمراتب. كنا اليوم حاولنا يعني نقلوا من الخطر ديال رجاء بني ملال، ولكن يعني تقريبا الوقت اللي كنا فيه يعني الاقرب للفوز. فريق وداد فاس اهدر فرصه بوسط مامادو علي ديوب. استماته وداد فاس عرفت تراجعا خصوصا في الدقائق الاخيره. رجاء بني ملال استفاد كثيرا من الضربات الثابتة. الدقيقة 82 ضربة ركنية تزكى بضربة رأسية لعزيز النخلي، موقعا بذلك الهدف الوحيد، وهو الهدف الذي مكن رجاء بني ملال من الاقتراب من الزعامة، وقد يكون من بين الفرق التي ستنافس على الصعود نهاية الموسم. تنتلقاو زاوية ما كانش الماركاج تسجل علينا هدف، سيرتو في الدقائق الأخيرة يمكن ارتبكنا أكثر. هذا هو حال كرة القدم. مقابلة بالنسبة لي كانوا اللاعبين قدموا مقابلة كبيرة في المستوى، إذا ما كانوش أخطاء ما غادي يكونوش أهداف، سي نورمال. ولكن دائما كما تنقول أنا هاد الهزيمة ديال اليوم أنا اللي غنتحملها، واللاعبين ما عليهم والو، قدموا مقابلة كبيرة، ونتمنوا حد أوفر لا رجاء بني ملال ولا وداد فاس. تشكر اللاعبين ديالي على القتالية ديالهم، لأن اللاعبين هما اللي جابوا المقابلة، جابوها بالروح بالقتالية ديالهم، لأن كانوا مضغوطين كثير يعني، ولكن الحمد لله. احنا ما نسمع فريق يصارع من اجل العوده لقسم الاضواء برصيد 39 نقطه بفارق نقطه واحد على المتصدر في رصيده 1200 درهم. ربما هذا يدعو للغرابه بعض الشيء، يطرح اكثر من علامه استفهام. رجاء بني ملال ب 39 نقطه، مولودية سوجدة 37 نقطه، يوسفيه برشيد ب 40 نقطه، ربما اصبح مهددا في صدارته، لكن هذا لا يمنع بان الفرق الان تعاني مشاكل ماديه كبيره. مهم جدا أننا نتكلم عن هذا الموضوع، لكن كما كان الحال ليوسف ياس برشيد لا أظن أنه سينعم بنعيم الطمأنينة أمام يعني فرق بني ملال ووجدة، لأنها فرق قوية وفرق عندها مدربين ممتازين وعندها إمكانيات، لكن كيف ما كان الحال ما قيل عن الإمكانيات يجرنا للحديث مرة ثانية على ما قلناه في هذا المنبر، على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يجب أن يعني لكي ترسخ مبدأ الاحترافية،
داخل الأندية يجب أن تفتح أوراش داخل الأندية لإعادة النظر في الهيكلة، لإعادة النظر في تدبير المالي، تدبير الشؤون الأندية والتدبير الجيد، الحكامة الجيدة للمال وإعطاء الفرصة لهذا هؤلاء الفرق، لأن كما كان الحال احنا نتكلم عن البطولة الاحترافية للدرجة الثانية. نعم. فهذا فريق محترف عنده 1200 درهم في الكونت دياله، شيء يعني غير مقبول. نعم. إذا النتائج الكاملة عقب هذه الدورة مرفقة بالترتيب العام، كما قلت نتائج يوسف برشيد تعادل أمام اتحاد سيدي قاسم بهدف لميت، لشباب بن قرير تفوق على جمعية سالة بهدفين لواحد، أولمبيك تشيرا حقق الفوز بهدفين لواحد أمام اتحاد الزمالك الخميسات، رجاء بني ملال تفوق على وداد فاس، مولودية وجدة تفوقت على الرشاد 1-0، نادي قنيطري أمام شباب الريف الحسيمي تفوق 2-0، المغرب الفاسي شباب قصبة تادلة تعادل 2-2، ووداد تمارا تعادل أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي بهدف لميت. يوسف برشيد بأربع نقطة، رجاء بني ملال يتربص إلى جانب مولودية وجدة 39 نقطة و 37 وجدة في الصف الأخير، الاتحاد الإسلامي الوجدي ب 12 نقطة، قبله شباب قصبة تادلة ب 14 نقطة. برنامج العالم الرياضي مازال متواصلا معكم، لكن بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا. أهلا بمن يلتحق بنا، دائما نواصل هذا العدد برنامجكم العالم الرياضي. نفتح ملف الرياضات الأخرى ضمن هذا العدد، حيث توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد بلقب بطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين في كرة اليد. المنتخب الفرنسي توج على حساب المنتخب المصري في نهائي مثير وبطريقة غريبة، نتابع في روبورتاج أو في تقرير خالد رغوت والمعتصم بالله البعزاوي. على امتداد أسبوع كامل عاشت مدينة مراكش على إيقاع منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد الخاصة بفئة الناشئين أقل من 17 سنة. هذه التدورة الريادية الدولية تميزت بمشاركة 10 منتخبات، هي فرنسا، اليونان، تركيا، إيطاليا، رومانيا، مونتينيغرو، تونس، مصر، السعودية بعد موافقة اتحاد البحر الأبيض المتوسط على مشاركتها، وكذلك المغرب البلد المنظم لهذه البطولة. وقد تميزت منافسات هذه التظاهرة الدولية بمستوى جيد من جانب المنتخبات المشاركة، وبالأخص من طرف منتخبي مصر وفرنسا اللذان تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية التي نشاهد منها هذه اللقطات، ليعود الفوز في الأخير للمنتخب الفرنسي بفارق هدف وبنتيجة 29-28، ليتوج بذلك بلقب نسخة هذه السنة. وهنا اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة والهدف الذي أعطى فوز منتخب فرنسا باللقاء وبالتالي تتويجه بلقب بطولة البحر الأبيض المتوسط الدولية لكرة اليد. tournoi génial parce que beaucoup de matchs, beaucoup de cultures différentes, des matchs un peu courts qui permettent de pas trop user les joueurs et une super finale pour finir. on s'est régalé. ميرسي الماروك. لعبنا 7 ماتشات في حوالي 6 ايام، فده شيء مفيد جدا جدا جدا، ودي استفاده وخبرات للولاد، وكل ده احتكاك مفيد، وهم زي ما حضرتك شاهدت المباراه الناس بتلعب لاخر دقيقه ولاخر ثواني، لكن التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا الحمد لله راضيين عن كل شيء واستفدنا كتير جدا جدا من البطوله دي. وبشهادة الأطر التقنية للمنتخبات المشاركة فهذه البطولة كانت ناجحة على جميع المستويات. بالنسبة للمشاركة المغربية في هذه البطولة فكانت لا بأس بها رغم خسارته في مبارياته التي خاضها خلال هذه البطولة الدولية، ويبقى الهدف هو تكوين منتخب للمستقبل. الهدف هو أنه نعطي فرصة للمنتخب الناشئ لأنه هو أساس المستقبل، ونشوفوا ونقيموا العمل ديالنا شنو ساوي على مستوى العمل القاعدي، وهذا هو اللي خلانا أنا ننظم التظاهرة. المنتخب المغربي لعب 7 مقابلات اللي الحمد لله ظهر بإمكانيات اللي هي متميزة واعدة، ممكن غير نتفائلوا في المستقبل ديال كرة اليد الوطنية. بلا شك فكرة اليد عموما والمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين على الخصوص استفاد كثيرا من مشاركته في هذه البطولة الدولية بالاحتكاك مع مدارس كبيرة في رياضة الكرة الصغيرة. المنتخب الفرنسي او ما يعرف يصطلح عليه بالخبراء ليزكسبير
في رياضة كرة اليد يحضر للخلف منذ الآن، والمنتخب المصري بدوره رائد في هذه اللعبة على المستوى الإفريقي وأيضا على المستوى العالمي، وليس بعيدا بأن نتابع نهاية كأس العالم بين هذين المنتخبين في القريب في السنوات القليلة القادمة. نبقى دائما مع الألعاب الجماعية، هذه المرة مع الكرة الطائرة، حيث يشارك فريق الجيش الملكي لكرة الطائرة بالبطولة العربية للأندية البطلة في نسختها 36 التي تقام بتونس. الدورة انطلقت في 14 من هذا الشهر وتنتهي في 26. سوف نعود لأولى مباريات الجيش الملكي، قبل ذلك نتوقف مع هذه الورقة رفقة الزميل خالد الرغوت حول طموحات أو خالد شخمان ويسيل معزي حول طموحات فريق الجيش الملكي من هذه المنافسة. يواجه فريق الجيش الملكي في البطولة أندية من مدارس مختلفة، إذ يقابل فرقا من لبنان، البحرين، العراق وليبيا، لذلك تعد البطولة هامة لقياس جاهزية العناصر الوطنية بالفريق. رغم أننا كنتحدث عن البطولة العربية، ما كتلقى واحد داني ثلاثة أو أربعة ديال المحترفين في الأندية، فاحنا داخلين يعني على 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 مقابلات من 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 طراز يعني الرفيع. كانوا دي ستاج في السونتر ديال الفارنيس، جدنا مزيان وان شاء الله مستعدين باش نمشيو للتظاهره غادي ليها باش نطلعوا النيفو ان شاء الله، حيت لاعبين في الاخر ديال العام واحد شامبيون دافريك، وهادي غادي تكون مساعدهنا بزاف باش النيفو ديالنا يطلع. تأتي هذه المشاركة ثمرة تعاون بين الجيش الملكي والجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة وفق برنامج مسطر سلفا للرفع من مستوى اللعبة للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية. هذا مشروع ديال الجامعة الملكية للكرة الطائرة اللي هو داخل مع فريق الجيش الملكي باش يمكن لهم يعطيو لواحد الفريق اللي هو تكون من اللي كان فاتي. سطرنا واحد البرنامج اللي غادي نمشيو به ان شاء الله الى غايه 2021 للمشاركه في البطوله الافريقيه. فاول محطه بدينا بها هي هذه المحطه ديال البطوله العربيه. كنشوفوا هذه البطوله العربيه كانها استعدادات للشامبيونات افريك اللي عندنا تصفيات هنايا في المغرب، وعندنا باش نمشيو نلعبوا الشامبيون دافريك في مصر ان شاء الله، والمؤهل المتاهله باش نتاهلوا ان شاء الله للشامبيون ديمو. المشاركه في البطوله العربيه ما هي الا اتمام لبرنامج اعدادي مكثف للانديه والمنتخبات الوطنيه المقبله على عدد من التظاهرات الجهويه القاريه والدوليه. الجيش كيف المجموعه الاولى الى جانب الاهلي بنغازي، الشرطه العراقي والاهلي البحريني، سوف يحاول من خلالها الجيش الملكي رياده المجموعه والبحث عن المركز الثاني من اجل التاهل للدور الموالي. هذه اول مباراه التي نتابع لقطاتها الان، اول مباراه لفريق الجيش الملكي حيث مني بهزيمه هي الاولى امام فريق الشرطه العراقي بثلاث جولات للا شيء. سيواجه في المباراه القادمه الاهلي بنغازي وليس لديه خيار الا الفوز في هذه المباراه. الى البطوله الدوليه للكاراتيه التي اقيمت بغوادالاخارا والتي عرفت تالق المنتخب الوطني المغربي وتوج بذهبيه الكاتا، بينما توج ايضا بذهبيه او بفضيه التباري. عوده لتفاصيل هذه الدوره رفقه الزميل حسن الحريري. الدوري المفتوح لمدينة غوادالاخارا الإسبانية في رياضة الكاراتي عرف تألق الأبطال المغاربة، وكان الحضور القوي للكاراتي المغربي في صنف الكاتا، حيث تمكن الثلاثي الهاني محمد، عدنان حكيمي، بلال بن قاسم من تسجيل أحسن عرض في الكاتا، مكنهم الفوز بالميدالية الذهبية في المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا. المنتخب الوطني للكاراتي ومن خلال مشاركته في الدوري المصنف ألف تمكن من الفوز بالنقاط والتي ستمكنه من احتلال أحسن المراكز في الترتيب العام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. الجامعة الملكية المغربية للكاراتي ومن خلال مشروعها الطموح لاعتلاء أحسن المراتب الدولية والقارية وأيضا الحضور الأولمبي ستشارك في مجموعة من التظاهرات الدولية ومنها بطولة دبي الدولية التي ستنطلق يوم الجمعة، وقبلها شارك المنتخب الوطني في بطولة باريس المفتوحة وكانت النتائج جيدة، ذهبية في الكارتا وميدالية أخرى في التباري وكانت من معدن البرونز بواسطة البطل المغربي عبد السلام أمكناسي في وزن أقل من 60 كيلوغرام. المنتخب الوطني شارك في 11 البطل وكانت الحصيلة جيدة، والقادم سيكون أفضل في مستقبل التظاهرات الدولية في رياضة الكاراتيه.
إلى نوع رياضي آخر، حيث توج نادي الجديدة للسيارات بلقب كأس العرش لهذا الموسم. جاء ذلك بعدما تفوق في سباق مدينة النواصر المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية لسباقات السيارات عبد الحق بيات. حضر لهذه التظاهرة وأعد الروبورتاج التالي. بهذا الفضاء الشاسع والجميل بإقليم النواصر وبالضبط بجوار مطار محمد الخامس، حل عشاق رياضة سباقات السرعة والمحركات القوية حلوا للتنافس من أجل الظفر بلقب كأس العرش لهذا الموسم في جميع الأصناف والأشكال. النزول عند رغبة المتسابقين، بغوا يحسوا بأن الجمهور قريب لهم، وبغوا يكونوا في مدينة، لأن في مراكش كاينة حلبة مغلقة والوصول لها من طرف الجمهور شوية صعيب. الآن احنا في قلب مدينة الدار البيضاء تقريبا، احنا في النواصر في مدينة الدار البيضاء، يعني سهل سميتو. انت كتشوف يعني رغم هذا ان كاينين الناس كتار باش اللي جاو كيتفرجوا في هذه التظاهرة هذه. اذا بعدما احتكرت حلبة مولاي الحسن الدولية بمدينة مراكش كل المسابقات الوطنية والدولية بتنظيم جيد ومتميز، عاد المنظمون لهذه الحلبة من النواصر التي احتضنت عدة مسابقات كانت ناجحة تنظيميا وتقنيا. تبارك الله كاين تنافس كبير في المغرب، كاين الحمد لله كاين دراري تبارك الله عليهم، بلا ما نقول الأسماء، مي تبارك الله طول البيلوت ماروكان في مستوى كبير. ما كاينش مشاكل؟ لا ما كاينش مشاكل، بيناتنا الضحك واللعب ولاني في الكورة تنلعبوا. اي في بو اي اون اتون دو بارتير بور لي ايسي بور لي ايسي ليبر اي فوار ان بو كومون ريديماري لاني. التظاهرة تعرف كما العادة إجراء ثلاث مسابقات، سباق السيارات بحلبة مغلقة بالإضافة إلى مسابقة دريفت أو العروض الحرة، ثم السباق الثنائي أو الدراج الذي يعرف توافد كبير للشباب ذكورا وإناثا. الحمد لله نكونوا دي شامبيون كو نكونوا أبطال وي على الصعيد العالمي وبعد المغربي بعد ديجا اليشيل ناسيونال، ونشوفوا ان شاء الله بوركو با اليشيل انترناسيونال. قليل فين تلقى المراه اللي تزعم انها تسوق ولا انها تسوق وتجري اون بلوس، ماشي غير انها تسوق وتمشي بشويه ولا دونك ديال هاد الاكراهات وهاد التخوف هذا، واش يمكن نقول بان الطموح ديالكم الحلم ديالكم كبير في المستقبل ان شاء الله؟ إذا الرغبة والطموح الكبيرين وبتحفيز أكبر للأبطال المعروفين أو الأبطال الواعدين والوافدين الجدد، قد تنتعش هذه الرياضة لتعطي أبطالا كبارا على أعلى مستوى محلي ودولي. إلى العاصمة العلمية مدينة مكناس التي شهدت اليوم صباح اليوم أول نسخة لها لنصف ماراثونها الدولي. النسخة الأولى دونت باسم كينيا على اعتبار أن السيطرة كانت كينيا ذكورا وإناثا. نتعرف على النتائج وأيضا الأجواء التي عاشت مدينة مكناس خصوصا من مكان سهرج سواني بمدينة مكناس، كيف كانت الأجواء في روبرتاج حسن الحرير وإبراهيم الغلطي. الأسوار والأبواب التاريخية لمدينة مكناس ستبقى شاهدة على فعاليات نصف ماراثون مكناس الدولي، حضور وازن لأبطال أولمبيين وفي مقدمتهم البطل الأولمبي نوال المتوكل. حطمت أرقام قياسية في عدد المشاركة وأيضا في التوقيت، أجواء فولكلورية محلية وإفريقية صاحبت انطلاقات نصف ماراثون وسباق 10 كيلومترات. 3000 مشارك من كل الفئات العمرية وأيضا أحسن الأدائين في الماراثون عبروا أهم الأبواب التاريخية لمدينة تتنفس عبق تاريخ. مع الانطلاقات تشكلت مجموعة تضم أحسن الأدائين ومن ضمنهم أداؤون مغاربة كعلي سيف من الجيش الملكي، طاهر بالقرشي، دريس سعيد، إلى جانب أحسن كينيين غونو كيبت وإيفان كورير. وفي الكيلومتر العاشر تبين قوة الكينيين، لا أحد يمكن مجاراتهما، انطلقا كالسهم نحو النهاية. وفي المركز الثاني كان هناك علي سيف وطاهر بالقرشي، وفي المركز الثالث والرابع وتأكد بالملموس أن الصراع حول المركز الأول بين كولير الذي حطم الرقم القياسي لنصف ماراثون مكناس الدولي. الحدة في التنافس هي التي أعطت هذا الرقم، المركز الأول كورير، المركز الثاني كيبت، المركز الثالث علي سيف. بالنسبة للسيدات الكينيا تشيب تشومبا فاز بالمركز الأول على صعيد 10 كيلومترات، أغنجاوي حسن وصعيد السيدات كلتوم بوعسرية من الجيش الملكي فازت بالمركز الأول.
حنا كنا ننتظروا 300 مشارك وصبحت 3000 مشارك، فهذا عرس رياضي كبير بمدينة مكناس. كما كتعرفوا من ناحية ديال الباركور أنه الميدمار كان في مستوى سريع جدا، وداكشي باش تحطم فيه الرقم القياسي. المسار في المستوى صراحة كانوا واحد جوج منافسات منافسين معايا، لأنني حتى لآخر المطاف حاولت نتجاوزهم في 3 كيلومتر الأخرى، وكلتهم بوعسرية يعني كما كانت معودة على أنها ديما تربح في المغرب. ان شاء الله غترجع بوعسريه كلتهم. نس ماراثون مكناس الزوليه عرفت تحطيم رقم قياسي جديد الذي اصبح ساعه دقيقه واحده وعشر ثوان. واحتفت منطقة والمس بأبطالها في ألعاب القوى المتألقين على المستوى الوطني والدولي في مقدمتهم، وأيضا أبطال في رياضة أخرى في مقدمتهم يزيد حمودي في رياضة الشيدوليكا والرياضات البديلة. حسن الحريري. جماعة والماس كرمت أبطالها الرياضيين المتواجدين والمتألقين والذين مثلوا المنتخب الوطني في مجموعة من الملتقيات الرياضية خارج أرض الوطن في ألعاب القوى وفي رياضات شيدوليكا والرياضات البديلة. هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز الأبطال والبطلات من ساكنة والماس على هذا التوهج الدولي. ومقدمة الأبطال بطل إفريقيا يزيد الحمودي. مشيت لسرقت في بطولة في مصر في بطولة إفريقية، والحمد لله جيت أنا في المرتبة الثانية ببطولة بميدالية ذهبية. واحد الفرحة اللي هو سمعنا المنتخب الوطني هز واحد الودن واحد المنتقل ما هيش ما قليل اللي كيعرفوا الماس، ولكن الحمد لله هذا واحد الشرف لنا كبير، والحمد لله اليوم عندنا واحد كيملة البطولة إن شاء الله. كاين الخير إن شاء الله، كاين مواهب في كرة القدم، كاين المشكل اللي كاين هو كاين مرافق اللي ما كايناش بنادم فين يمارس الرياضة ديالو. كنتمنى من المسؤولين أنهم يلتفتوا لهاد الأبطال هادو وهاد المواهب هادو، يوفروا لهم مرافق فين يمارسوا الرياضة ديالهم. ساكنة والماس شاركت فرحتها بتألق أبطالها من خلال هذا الحفل التكريمي والذي يحمل في طياته الاعتراف بالكفاءات الرياضية في جماعة نشيطة ومتميزة بفعاليتها الرياضية. نعم، 101 من لحظات الاعتراف بالنسبة لمجهودات الأبطال المغاربة، وربما الحفاظ على يعني الألقاب وحفاظ على القمة هو الآن أصبح مطلب أساسي، أليس كذلك استشلاح؟ يعني دائما ما يعني ما نتابع بعض يعني واحد الإنجازات الكبيرة على المستوى المحلي في مختلف الرياضات ليس على مستوى كرة القدم فقط، لكن الصعب الآن هو يعني الإبقاء على هذا التألق، الإبقاء يعني البقاء في القمة. ربما ما هي الظروف وما هي الأشياء التي يجب يعني أن نتداركها من أجل البقاء في القمة على مستوى رياضات مختلفة؟ سؤال مهم جدا لكن يستدعي الحديث عنه مناظرة. يعني اللي مهم احنا كيف ما شاهدنا ان هناك تنظيم تظاهرات كثيرة نشارك فيها وننظمها، لكن اللي مهم في التظاهرات يجب ان لا تكون كهدف في حد ذاته، لان لازم تكون يعني دخل في اطار خطة استراتيجية للمنتخبات. نعم. المنتخبات كما عبر عليها المدرب الفرنسي لكرة اليد هي منتخبات تعبر عن عقليات دي مونتاليتي، ولكن أنا أعبر عنها بالنبوغ، لأن المنتخب يجب دائما أن يشتغل ليعبر عن نبوغ فكري ذكي وحضاري. نعم. يعني تتفرع فيه جميع عوامل التفوق. نعم. فهذا هو اللي مهم في المنتخب. هذا سؤال ربما خصنا له حلقات من اجل يعني الوضع اليد على ما نقولوش مكامن الخلل، ولكن بعض النواقص على مستوى الانجازات او على مستوى الاستمرار والتألق في رياضات مختلفة. هذا هدف بالرحمة سي شليح من بين اجمل الاهداف خلال هذه الدوره، الى جانب هدف ادم النفاتي. ربما اصبحنا الان نتابع على الاقل خلال الدورتين الماضيتين اهداف رائعه. نعم، برحمه اليوم يعني دخل فيها التجربه ديالو والهدوء ديالو. نعم. كشخص وحط فيها المهاره يعني وبين لا بالنسبه لبرحمه ولا بالنسبه حتى النفاتي. النفاتي كذلك في هذه كره قدم يعني في كره ثابته. نعم.
لكن بالنسبة للنفتي في كرة متحركة, نعم. متحركة ملعوبة يثبت على أن لا فينس دو جيست, يعني ماشي كل الكرة تسديدات من خارج تطلب القوة فقط, تطلب القوة لأنه ضربها بفنية ومهارة ودقة وفينس يعني جيد. الهدفين معا يستحقون باش يكونوا أحسن الهدف هذا الأسبوع. سعد رزاق شليح أشكرك, كنت معي ضمن عدد العالم الرياضي, شكرا جزيلا لك. شكرا, وأتمنى لك بداية أسبوع موافق, ودائما مرحبا بك في أي وقت. أنت الآن معنا كمحلل القناة الأولى, نستمتع بتحليلك. شكرا لكل من تابعنا خلال هذا العدد, بداية أسبوع موافق نتمناها لكم, إلى اللقاء.